الوطني السوري بعجالة. أهلا بكم. أدان الائتلاف الوطني السوري الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيات إيرانية في إقليم كردستان العراق باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، والذي أدى لمقتل 13 شخصا وإصابة العشرات في 29 من أيلول 2022. وقال الائتلاف الوطني في بيان له إن الوجود الإيراني في أي دولة يؤدي إلى انتشار الإرهاب والخراب وعدم الاستقرار، إذ تعتمد منهجا طائفيا لتحقيق أهداف توسعية تخريبية على المستوى الإقليمي. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا بمناسبة الذكرى السنوية 7 للعدوان الروسي على سوريا، رصدت فيه أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا بتاريخ 30 أيلول من عام 2015. وأوضحت أن هجماتها تسببت بمقتل 6943 مدنيا، بينهم 2044 طفلا و977 سيدة، وارتكبت ما لا يقل عن 360 مجزرة. وأضاف التقرير أن القوات الروسية قتلت 70 من الكوادر الطبية. أدان الائتلاف الوطني السوري ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية، هي لوغانسك ودونتسك وخيرسين وزابوريجيا، معتبرا أن ذلك يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي واعتداء غير قانوني على سيادة أوكرانيا وإصرارا روسيا على مواصلة الغزو الوحشي لأوكرانيا. وقال الائتلاف الوطني في بيان له إن ممارسات روسيا تؤكد أنها دولة لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها. أوضحت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة في تقريرها الدوري عن شهر أيلول الماضي أن عدد ضحايا انتهاكات نظام الأسد وميليشيات بوادي الإرهابية من المدنيين خلال الشهر الفائت بلغت 12 مدنيا بينهم 10 رجال وطفلان، وإصابة 31 مدنيا بينهم 16 رجلا وستة نساء وتسعة أطفال. عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري اليوم الاثنين اجتماعا استثنائيا موسعا قدم فيها رئيس الائتلاف الوطني سلام المصلت ونائب الرئيس عبد الأحد الصطيف إحاطة حول زيارة الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 77، حيث التقى الوفد المشترك بين الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية بالبعثات الدبلوماسية للدول الفاعلة في مجلس الأمن، إضافة إلى عدد من اللقاءات مع الإدارة الأمريكية. وأوضح المصلت أن الوفد المشترك ركز خلال لقاءاته التي تجاوز عددها 27 لقاء على ضرورة تفعيل العملية السياسية وفتح كافة المسارات التي تضمنها قرار 2254 لتحقيق مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.